اتعلمت ايه من مانويل جوزيه؟ لا كتير قوي يا كابتن، يعني كتير قوي. كابتن اسامه مستر مانويل جوزيه قعدت معاه 3 سنين يعني. لا اصرار، اتعلمت معايا اللي هو بقى عندك لازم تكسب، اتعلمت معاه اللي هو اللي بتاخد بطوله بيقفل الصفحه وبيبص في اللي بعده، اتعلمت معاه ان النادي الاهلي اليوم بيومه. كابتن اسامه النادي الاهلي اليوم بيومه، ما تعيش على الماضي. انت امبارح مكسر الدنيا، قفلت الصفحه، اليوم خلص. النهارده كانت مستر مانويل جوزيه كانت دي كلمه السر بتاعته، حتى لو كسبت بطوله، حتى لو دي كانت كلمه السر. وكان طبعا كل جيل كان جامد جدا، ونجوم كان هو برده مسيطر عليهم كلهم جدا، وكانوا كلهم بيحبوه، وكان كل اللعيبه كانت مقتنعه بيه، مقتنعه اللي هو فعلا فكريا كويس جدا في الكوره، وتكتيكيا وشخصيه قويه جدا، كان بيتعامل مع اللعيبه كانه اب بره الملعب وجوه الملعب. فهو راجل بصراحه. الجيل ده ما كانش بيخسر خالص، مستحيل. الجيل ده كان حاجه. انت كنت حاجة واحد معانا؟ طبعا كنت صغير. من طبعا كنت صغير، وكنت بستمتع بيكوا طبعا يا كابتن اسامه، وكنت بقى فرحان ان انا بتمرن معاكوا اصلا. وكان الجيل صعب جدا يعني. انا كنت فاكر الشيتوس مره واحنا في التمرين، كان فرقه قالت اللي عشان يكسب النادي الاهلي ده عايز مستحيل عشان تكسب النادي الاهلي، انت لو اتعدلت معاه ده فرح يعني. كان مره دخل في اوضه اللبس وقال كده بصوت عالي، كان حد كان كاتب اللي هو عشان تتعادل، بس تتعادل مع النادي الاهلي ده بالنسبه لك انجاز، مش تخسر من يعني مش تكسب النادي الاهلي، ده مستحيل تكسب النادي الاهلي. كان جيل بصراحه كله متواضع، جيل عايز يعمل حاجه النادي الاهلي، جيل كان جعان بطولات، جعان بطولات يا كابتن اسامه، جعان بطولات، مش جعان فلوس، جعان بطولات، عايز يكسب بطولات اهم من الفلوس في الفتره دي بصراحه يعني.